مهم جدا لساسول ان تمضي هذه الدقائق، هذه تسديده. اوه مهما وصفوا ومهما قالوا عن هدف ساسولو لا يمكن لا يمكن لا يمكن، بخطأ كبير من الخبير البولندي من تشيزني يتسبب بهدف لمصلحة ساسولو. أين السنوات السبع بقميص اليوفنتوس وخبراتها يا تشيزني؟ أين أيام روما؟ أي أيام الأرسنال؟ ما هذا الخطأ الكبير لتشيزني في اللقطة الماضية ليسجل أرماند لارينتي هدف بهدية من الحارس الخبير والحارس الكبير تشيزني؟ شو تسوي في اللقطة الماضية؟ ساسولو الآن يتقدم في الآن يهاجم بأعداد كبيرة بزيادة عددية على الكرة لكيزو سولو. سيد إيطاليا السينيورا زعماء الكورة يوفي الخواطر من أجل تشيزني يسجل هدف التعادل الآن، التعادل لليوفنتوس. كيازا القوة الانفجارية، كيازا الأناقة الإيطالية، كيازا من أجل فخر الصناعة الأمريكية ميكيني يضعها في المرمى أو المدافع. الهدايا تتوالى، الهدايا تتوالى لساسولو. بإمكان ساسولو فعل شيء. يا سلام، هذا بيراردي، هذا بيراردي يرد على المفاوضات بطريقته وداها في البعيدة، تتضمن رسالة واضحة لليوفنتوس، يعلن عن تقدم ساسولو الآن بالهدف الثاني. خطأ كبير في التمرير، خطأ كبير في التغطية، لكن بيراردي توقعه صح، ركنها صح، وقفته صح. كرة إلى جاتي، عليه أن يلعبها لوية، لعبها لوية، على وية أن يلعب العرضية، أن تكون مثالية، عليها أن تكون رأسية، داخل منطقة الجزاء، الكرة! يا خوفي يا يوفي يا خوفي! لكن الوفي دائما يوفي! اليوفي من أجل الذات! لا يهتم بالضحايا، المهم كبرياء اليوفنتوس. كيزا ركاز اليوفي الجديد، كيزا الله على العنيق الإيطالي. تقدم، الله مونتي يسجل الثالث الآن لمصلحة ساسولو في الدقيقة 82 من عمر المباراة. يا سلام يا ساسولو، مهما حكوا ومهما قالوا سوسولو ساسولو يقدم مستوى رائع جدا أمام اليوفنتوس. 3-2 تشيزني بيلعبها بشكل خطير، ماذا تفعل؟ أوه 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 أوه، إمباسيبل إمباسيبل إمباسيبل، لا 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 لا، عاجل، بريكينج نيوز، دفاع اليوفنتوس يسجل في مرماه، دفاع اليوفي يسجل في مرماه، ما هذه الكارثة التي حدثت؟ لا 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 لا، إمباسيبل إمباسيبل إمباسيبل. تشيزني ماذا تفعل؟ ودانيلو ماذا تفعل؟ شوف تشيزني شو سوى، ماذا فعلت في اللقطة الماضية؟ لا، هذا جاتي، جاتي تسبب بالثاني وبالرابع. جاتي وتشيزني اعتزلوا من الليلة أحسن.